طب ما تشوف نفسك انت يا علي. انا خلاص بقالي مكتب هناك ودلوقتي في مرحله التجهيز. ناقص تقول لي كمان القضيه بتاعته موجوده. ده حقيقي. ومين بقى ده ان شاء الله اللي بيفرق مكاتب على المحامين بالقضيه بتاعتها؟ ده سؤال سابق لاوانه. طيب بلاش السؤال السابق لاوانه، ده هيكون مقابل ايه؟ لا شيء، مفيش اي مقابل. زناتي، مفيش حاجه ابدا مقابل لا شيء. قولي شيء عشان نعرف اذا كان يساوي ولا ما يساويش. رايح فين؟ رد على التليفون. لا لا، جرس باب التليفون. الله، لحقت تخلصي الاجراءات وتخرجي بسرعه كده. قرشك ينعم لك السكه يا استاذ. هات. خش بقى سلم على الاستاذ علي زناتي المحامي ده اللي جاب لك البراءه. ربنا يطول خير على طول ويسعدك ويعلي مراتبك ويخليك في البرد. خلاص يا سيدي. خلاص يا سمير. خلاص يا سمير. خلاص يا سمير. خلاص خلاص. اصل الاستاذ ما بيحبش البوس. امال بيحب ايه؟ ما بيحبش حاجه خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا اقعدي كلي. لا انا شبعانه من الفرحه يا استاذ. طيب خش الحمام في غيارين، خديهم في امين اول ما اخلص كلام مع الاستاذ. من عينيا يا استاذ. يلا تعالى كل يا علي. انت اتجننت؟ انا اكل من علق البغايا؟ الكلام ده اصله هو الاتعاب. وانت ليك نص الاتعاب زي ما طلبت بعظمة لسانك. اعوذ بالله منك يا اخي، اعوذ بالله. وبعدين دي بقى مش من بغايا، دي بريه بحكم محكمه والحكم طازه سخن زي الكلام ده بالظبط. يلا كل. هاكل ايه؟ يلا كل، تعالى ما انت ياما اكلت، تعالى.